وين هالغيبة يا سيد إسلام؟ ليش عم تتخلف على الجلسات؟ والله كنت بالسجن دكتور. شو؟ بالسجن؟ وليش بقى؟ إن شاء الله مو قضية إرهاب؟ لا لا مو إرهاب، ضربت مرتي دكتور، ضربت مرتي، الله يلعن الشيطان وساعته. ولك معقولة الواحد يضرب الجنس اللطيف؟ يضرب المرأة بالغرب أصعب من الإرهاب. إيه والله يا دكتور معك حق، القوانين ظالمة بالغرب. تصور سجنوني شهر كامل كرمال كف ورفسه. ايه والله لو ضربت زلمه بالسكين ما عملوا فيه هيك. ايه خرجك الله لا يقيمك دخلك، والله بيسمح لك تضرب مرتك؟ طبعا دكتور طبعا، الله بيقول في القرآن: واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والضرب له ضوابط فقهية دكتور، مو ضرب حسب المزاج. شرح لنا عن الضوابط الفقهية سيد إسلام. أولا لازم المرأة تكون عملت نشاز، شو يعني؟ يعني خالفت زوجها وعصته قولا وفعلا. ايوه، وثانيا؟ وثانيا قبل الضرب لازم يحاول الرجال يعقلها بالوعظ، وإذا الوعظ ما نفع معها يهجرها بالتخت. شو يعني؟ يعني يحرمها من الونسة دكتور. ايوه، وثالثا؟ إذا ما نفع معها لا هاي ولا هاي ساعتها كان الله بعونها. وانت مرتك عملت شي نشاز؟ ايه عملت. شو عملت؟ اختلت بواحد. وهاد سبب للضرب سيد اسلام؟ طبعا، قال صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. مفهوم دكتور؟ ما بيسوى حدا من اللي أنا بكرهون بيكونوا مع مرتي بالفرشة. يعني إذا كان واحد من اللي أنت بتحبون على فراش مرتك بيمشي الحال؟ ما فهمت الحديث مزبوط دكتور. الفراش يعني الغرفة مو التخت، يعني ما بيصير تختلي بأحد أنا بكرهه. أول مرة بسمع إنه الفراش هو غرفة. طيب ما علينا، بيصير واحد يختلي بمرتك بالغرفة من الرجال اللي بتحبون؟ إيه علينا، إيه والله أسئلتك ما إلها طعمي دكتور. طيب، وشو يعني ضرب غير مبرح؟ لك مبرح مو مبرح، يعني ضرب مش مؤذي دكتور، ضرب للترويض، وممكن نجلدها تسع جلدات، ما بيصير أكتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ايه عمي ايه، ضرب المرأة له قواعد، ان شاء الله نفكر الشغلة هيك شوربة. وانت شو بتفضل، ضرب بالايد ولا بالقرباش؟ والله ضرب بالايد ما بعيدة دكتور، لانه بيدخلونا السجن يا اخي، الافضل بالقرباش. ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت حيث يراها اهل البيت، يعني النسوان، فانه ادب لهم. وبعدين دكتور الصوت بالغرب مش مخالف للقوانين، لأنه بيستخدموه كتير بغرفة النوم. ولك يخرب بيتك أنت، مو بس مريض، مريض وشاذ كمان.